برحب بضيفنا اللي ينضم لنا عبر الهاتف الأستاذ منذر المنذري، مسؤول لجنة السباقات في تلمر عب. يا مرحبا الساعة. يا مرحبا الساعة، حياك الله. هذه يمكن أصوات من عندكم تحضيرات أستاذ منذر. أهلين يعطيك العافية. يعافيك، حياك الله. قاعدين نسمع اصوات خلفيه الاستعراض الحين بعد اسئله. سامعين صوت السيارات؟ لا بالعكس، احنا نبغى نكون في الاجواء. بالخير عليك، بالنور والسرور. حياك الله. تحضيراتكم واضحه، خبرنا كيف كان لمهرجان ليوا 2024؟ شيء جديد اللي قاعدين ينتظرون هذه السنه من هذه المبادره؟ نعم نعم صحيح، السنه ما شاء الله عندنا تغييرات كبيره وجذريه في عندنا في المنطقه، من ناحيه المسابقات صارت عندنا اكثر وتعديلات عندنا اكثر في المسابقات، لاستمتاع الجمهور والشباب يقضون اوقات جميله ان شاء الله في مهرجان تلمر عبني 2024. من ناحيه ان صارت عندنا توسعه كبيره في المنطقه من ناحيه الطرق والشوارع، وصارت عندنا امور كثيره حتى من ناحيه المخيمات والفعاليات الترفيهيه. يعني مش شرط انك بس توصلون على تلمرعب بس فقط ان موضوع سيارات واستعراض، كل شيء في اماكن حق عوائل، في اماكن عندنا مسارح، وعندنا اماكن حق الالعاب وملاعب كوره وملاعب تنس صارت هذه عندنا موجوده. جميل، عرفت كيف؟ فامورهم طيبه ان شاء الله هالسنه. قواكم الله قواكم الله. انزين، يعني نعرف ان مثل هذه المهرجانات ممكن انه يصير بعض الحوادث فيها لا سمح الله، بعض المشاكل اللي ممكن تصير، ابي اعرف شو الاجراءات اللي اتخذت عشان يكون في حد من حصول اي حادث خلال المهرجان. ما شاء الله عليهم يعني ما مقصرين اخواننا في شرطه ابو ظبي وهيئه الدفاع المدني ابو ظبي وطيران جناح ابو ظبي للطيران، الاسعاف متوفرين عندنا هني، موفرين عندنا مستشفى طبي ما تعاون مع شركه برجيل، وفي عندنا مستشفى ميداني، والحمد جميل لله. يعني الامن والسلامه في المنطقه هنا كثير عندنا، والتواجد الدورات الامنيه خلال 24 ساعه، ومتوفرين الاسعاف والانقاذ اي وقت في الموضوع. نعم، يعني قبل لا اسالك استاذ منذر عن البطولات اللي بنشهدها في هذه السنه للمهرجان، كم فتره التحضير خذت منكم وقت؟ والله نحن من كل مهرجان تقريبا ناخذ سنه كامله، يعني كل سنه لازم نجهز الوقت الكامل. تعرف ان في تحديات كل سنه، عندك جدول تحديات لازم تخلص مواضيعك، التحديات كلها هذه وترتب امورك اكثر، لان انك انت قاعد تخدم جمهور بشكل كبير. عدد جمهور السنه الماضيه وصل قريب 250 الف متفرج، يعني عندنا يعني العدد كبير جدا، فلازم تلبي احتياجاتهم. زين، خبرنا عن البطولات اللي بتكون في المهرجان هالسنه. عندنا السنه هذه عندنا الاستعراض الحر جولتين بتكون تقريبا، والاستعراض الرملي. نعم. ويكون عندنا الجولتين حق السيارات الدريفت، وبيكون عندنا الباجي تورك اللي حق الدراجات الهذيل، ويكون عندنا الدراج ريس للدراجات الناريه. نعم. وبيكون عندنا سباق اليو تي في اللي حق البلورايس، وبيكون عندنا بعد سلم ان شاء الله بيكون عندنا البيرن اوت اللي هو احتراق الذاتي حق المركبات، وبيكون عندنا اخر سباق اخر سباقين اللي هو كان بيكون عندنا مونستر جم، وبيكون الاخر سباق هو السباق النهائي اللي هو صعود التلمرعب. ما شاء الله. عندي فضول، شابات البنات يشاركون معاكم استاذ منذر ولا بس شباب؟ واذا هي اشوفه يضحك، واذا هي فعاليات عندنا العنصر النسائي يشاركون فيها، مثلا موضوع الدرفت والبرن اوت يشاركون، مجموعه من الاخوات موجودين بعد. سجل اسمي السنه الجايه. اي خلاص خليجي بتي، بس اكثر وحده خوافه عادي من الحين اقول لك هالسنه ان شاء الله. اكيد، شكرا شكرا جزيلا لك استاذ منذر على تواجدك معنا اليوم، ونتمنى لكم توفيق، وان شاء الله بنيصوفكم وبنزوركم ان شاء الله. ان شاء الله. بس ما قصرت، شكرا. الله يحفظك، مشكورين.